اخيرا يا كابتن ماهر اخد منك كلمتين برضو في نصيحه، عايز حاجه تقولها لجمهور الاهلي للاعبين اي حاجه؟ عايز اقول شرف لكل لعيبه النادي الاهلي وشرف لينا احنا كمان ان احنا بنلعب في المره السادسه في كاس العالم للانديه. طبعا طبعا. وشرف للعيبه دول ان هم كمان بيحفروا اسمهم في تاريخ الكره المصريه الكره العالميه. اولادنا ملتزمين جدا. أيوة. معظم اللعيبه ملتزمه، هتساعد الحكم بشكل كبير جدا في ان هو يخرج بالمباراه لبره الامان. عايز اقول للعيبه روح الفانيلا الحمراء وشخصيه البطل وشخصيه بطل افريقيا وشخصيه النادي الاهلي بكره هتبقى موجوده. وانا عايز اقول لك يا اسلام، يعني كل اللعيبه من كلامهم حتى كل الناس عايزه تشارك. كل الناس فرحانه، كل الناس هتادي اداء مميز ليها ولناديها. طبعا وراهم اكتر من 70 80 مليون اهلاوي بكره بيشجعوهم، غير كمان العالم العربي اللي بيتفرج عليهم. طبعا. فانا بقول لهم يا هناكم يا سعدكم. يعني حاجه تفرح طبعا ان كنتوا بتمثلونا بكره وبتمثلوا النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله يبقى الستارت بالنسبه لنا اول ثلاث نقاط يا اسلام الفوز على الدحيل، ونبدا نفكر ان شاء الله.